نستمد بهذا المحتوى هو تواضع الثمرات السابقة. مرة أخرى قلت في كلمتي ربما في السنة الماضية. آدم سعيد جرمالي بطل سابق ومدير أعمال الوحيد المغربي الوحيد المعترف به من الاتحاد الدولي. الآن أنا ولد الرباط وكي افتخار كبير باش نعاون بلادي اللي هي المغرب والمدينة ديالي اللي هي الرباط. وكانوا عندي واحد العدائي اللي جبت أنا يا راه غادي إن شاء الله نهار 21 غادي يشاركوا منهم روبين كيبروب اللي هو الثاني في لاليز ديال الماراثون وليليان هي الاولانيه في لاليست ديال الماراثون ديال سمي ماراثون. كاين كاين بيتر في سمي ماراثون. كاينين مغاربه اللي هو محمد الغزواني هادو جداد على المغرب ودعاء اوكافور حتى هي اوكافير من الابطال الواعدين اللي غادي يقدروا يبدلوا المغرب في المستقبل. كتعيش بالديار الاسبانيه. وهناك انا عندي تقريبا عدائين قويين ونتمناو ومن هذا المنبر كنوجه واحد التحيه واحد الشكر لرئيس الجامعه السي احيزول التدخل ديالو كان باش نجي ونجيب العدائين ديالي. وكنشكر الجامعه الملكيه على هذا الدعم اللي داروا لهذا الماراثون ديال الرباط ونتمناو من الله يكون يدوز مزيان وكل شيء يدير لي مينيما وكل شيء ويكون في احسن الظروف يدوز ماراثون في احسن الظروف. هو الماراثون يعني كيعطي اضافه للمملكه المغربيه الاشعاع. وهي بالنسبه لمدينه انوار الرباط عندها اشعاع ولكن هذا الماراثون غادي يزيد يعطيها نظره اكثر لاننا غادي يبداو في المستقبل يكونوا مديرين اعمال اللي في الاتحاد الدولي اللي عندهم اعتراف دولي باش يجيو ان شاء الله ويساعدوا ويساندوا هذا الماراثون هذا في المستقبل ويرسلوا لنا عدائين من اجود العدائين لان في المستقبل انا كنشوف هذا الماراثون الى المدار زاد تحسن وداك الشيء يقدر في المستقبل يوليو كيجري واحد ساعتين وخمسه ساعتين وربعه ساعتين وثلاثه وكتكون حتى هاد لابيل ديالهم دابا اللي عندهم دابا غتقدر تحسن وان شاء الله علاش لا ما يدوزوش للبلاتينيوم البلاتينيوم لابيل ديال البلاتينيوم اللي تقدر تخليهم يبداو يجيبوا عدائين من مستوى عالي ويقدروا يدخلوا في واحد مجموعه ديال البلاتينيوم سباقات ديال البلاتينيوم اللي يكون بحال دايمن ليك.